مرحبا بكم. كما نعرفوا ألان جيريس أعلن على القائمة متاع 21 جور المحترفين اللي باش تواجه العراق في 7 جوان. قبل ما نبدأ نحكي في القائمة دي ويلزمني نعطي فيها رأي، باش نحكي في موضوع الساعة اللي هو يمكن من أكثر الحاجات اللي تنجم تعمل تسبب نقد وتعمل العباد يعملوا كومنتارات عليها ويحكيوا عليها، هي القائمة متاع أي منتخب في العالم. ديما العباد كي تسأل أي عبد فينا، يمكن كل عبد يعطيك القائمة متاعه، كل عبد يعطيك التشكيلة متاعه، كل واحد كما قلت الفورماسيون متاعه حتى التكتيك. دونك القائمة متاع كل عبد فينا يمكن معناه قائمة على برشا حاجات. فمع عباد مثلا تعيد الجوارات على أساس مثلا المردود اللي قدمه هو في الموسم هذاك، فمع بعيد على معناها على اساس الارقام اللي عملها الاحصائيات نتاعو باسيت ولا بونتويت، فما شكون زاد امور تكتيكيه، فما شكون مثلا يحب يلعب 3 في الميليو، فما شكون 2 في الميليو، 2 اتاكون اللي معناها دروا اللي جوش. دونك كل واحد التكتيك نتاعو، فما زاد شكون يعطي القائمه نتاعو بالعاطفه على اساس جوار يمكن يحبه هو، دونك يعطي اسم جوار هذا. اما فما حاجه ديما تلقاها بين يمكن اغلبيه العباد في القوائم نتاعهم، تلقى فما 15 ولا 16 جوار العباد الكل متفق عليهم، معناها تلقى ديما الجوارات هذوك موجودين في قائمه اي واحد فينا. دونك حسب رايي معناها نقترح اللي ماذا بينا نقعدوا نركزوا في ال 15 16 جوار هذوكم لي تيتولير ولا يمكن باش يشدوا البنك نهار الماتش، ومعناها ما نحكيوش برشا في الجوارات اللي معناها اللي يمكن في القائمه الاخرى يتلقاهم معناها ماهمش مستدعين، يتلقاهم حتى في المدارج نهار الماتش ولا تلقاهم حتى بناكه. صحيح فما جوارات معناها كي تعيط لهم الكيب ناسيونال تتويج ليهم هما، تتويج المسيره في البطوله نتاعهم في العام هذاك ولا في البريود هذيك، كما قلت هذا كله صحيح. اما من رايي نركزوا على يمكن كما قلت 15 ولا 16 جوار اللي متفقين عليهم العباد الكل. دونك القائمه كما قلت تضم 21 لاعب، فيها 6 جوارات جدد 6 جوارات صغار يعملوا 66 كيف حاجة تحفون على الاخر. جوارات تتكور في ايكيبات مهمش كبار برشا في الاوروبي، ايكيبات معناها كيما مارسي. دونك جوارات نجم نستحقوهم في المستقبل ونجم تبني عليهم ومن توا تبدأ تدخل فيهم للمنتخب. القائمة ذي تضم جوارات المحترفين جوست ما فماش الحداد والسليتي ماهوش موجودين بما انهم يلعبوا في ماتش باراج ولعبوه ديجا وفيه 1-1 ودونك استناو الرتور. القائمه هذه كيف كيف ما فيهاش يوهان بن علوان بما انه يوهان بن علوان مضروب وعنده ديشيرور وهبط في الانستغرام نتاعو اللي هو عنده ضربه خطيره. سيان بن يوسف كيف كيف اعتزل دولين، وفما جوارات اللي العباد قاعده لتو طالب باش نعيطوا لهم باش ينفعوا المنتخب. يمكن العباد عندها الحق في الكوتي هذه كيما مثلا حربي خليفي كما العريبي. دونك جوارات هذوما ينجموا ينفعوا بصراحه، معناها ما عيطولهمش قبل باش يعيطولهم توا سي توا، معناها بالنسبه لي فات الفوت كانش دخلهم للمنتخب، معناها مازلنا شهر باش نشاركوا في الكوب دافريك. جوارات هذوما ما عيطولهمش، معناها اكبر مثال هو الحرباوي. الحرباوي طلبت وعملت فيديوهات والعباد الكل عملوا معناها فيديوهات وقالوا لازم الحرباوي يجي المنتخب. السيد هذا ماركي اكثر من 20 بوت وحاجه مش موجوده في لي زاتاكون تاعنا، معناش منها بكثره. دونك صحيح الجوارات هذوما ينجموا ينفعوا المنتخب و 100% ينفعوا المنتخب، اما كيما نشوفوا ما عيطولهمش. دونك زيد تو باش نحكيو عليهم، خلينا نركزوا في الجوارات اللي تعيط لهم ونحكيو عليهم بالجوار بالجوار. في البوست تاع الجول فما زوز جول اللي عيطوا لهم المحترفين، الا هما الاول فاروق بن مصطفى. لحسب رايي معناها فاروق بن مصطفى يستحق بلاصه في المنتخب بما انه قاعد يقدم في مردود كبير ياسر في السعوديه، يمكن هو احسن جول تو في السعوديه وقدم في مردود كبير ياسر. ومعز حسن يعني يمكن كثر عليه شويه كلام، فمع عباد ما عجبهاش الاستدعاء نتاعو. حسب رايي نظن اللي اول حاجه ما عندكش برشا محترفين نقول له، هذه اول حاجه. ثاني حاجه معز حسن حسب رايي صحيح مش قاعد يكور معناها في ليكيب الاولى نتاع جمعيته، اما حسب رايي اللي كاليتي نتاعو السيد هذايا اللي كاليتي اللي وراهم كاليتي كبار ياسر. نتصور معناها الدعوه هذه نتاعو تزيد تحفزه باش يخدم، يقولوا له راك عندك بلاصه في المنتخب. يلزمنا ساعات معناها صحيح فما جوارات مش قاعده تلعب تيتولير ولا معناها مفاكه بلاصتها، اما يلزمنا ساعات نقفوا مع جوارات معينه بما ان ما عندناش في البوست هذيك جوارات معناها كاليتي كبيره برشا كيما معز حسن ولا كيما معناها في الكوب دي موند اللي فاتت ورا كيما قلت دي كاليتي كبار برشا. وما ننساوش اللي خسر بلاصته الاولى نتاع الجارديان بعد ما مشى المنتخب وتضرب الله غالب خسر بلاصته دونك ولا الجول الثاني. بالنسبه للدفاع والديفونس عيط ياسين مرياح ديلان برون البدوي، وعندك الغندري سناء. نعرفوا الغندري اللي هو يلعب ميليو وقت اللي كان يكور في الكلوب، اما سناء قاعد يكور ديفونسور ويمكن حسب ما قريت عامل 32 ماتش
دونك نومبر محترم نتاع ماتشوات. يمكن فما بعض العباد ما يعجبهمش الغندري، حسب رايي الغندري في الوسط هو تكنيكمون مش خايب، اما رزين شويه الغندري في الوسط. لونترينور عيط له على اساس نصوروا ديفونسور، عندك دايلان بروني نجم يكور اريا دروا يكور زاده في اللاكس، دونك هذه حاجه باهي برشا. انا الجوار يكور في اكثر من بوست. دايلان برون صنع عمل موسم عالمي، عندك ياسين مرياح ما عندكش ما خير منه، عندك البدوي، البدوي كيف كيف لازم يكور لك دو بوست، يكور لك في اللاكس ويكور لك ريد روان، صور زيد البدوي عنده بلاصه. دونك كما شفنا اربع جوارات في اللاكس عيط لهم ينجموا يكوروا في اللاكس. ما ننساوش اللي المنتخب ينجم ساعات يكور ثلاثه في اللاكس ودو زيكسونتري، هذاك علاش لونترينور قاعد كل مره يخمم في جوارات تلعب اكثر من بوست. في الريد روا محمد دراجر بصراحة اللي ورا دي كاليتي بهين على الاخر، وما عندكش خير من علي معلول اللي كور في الاهلي يقدم في موسم كبير برشا. كما قلت الحداد معناه ما عيطلوش بما انه عنده ماتش باراج مع جمعيته، وسيام بن يوسف اعتزل، ويوهان بن علوان عنده دي شيرير، دونك هذوما هما الجوارات اللي تكور في الدفاع. في الميليو عيط ثمانية جوارات، مانيش باش نحكي على الجوارات الصغار اللي هما اربعة جوارات ومن بعد نذكر لساميهم، مازلنا ما عندناش عليهم فكره كبيره، دونك نجمو نحكموا عليهم كان ما نتفرجوا عليهم. الاربع جوارات اللي في الميليو عندك معناها ما عندكش خير من فرجاني ساسي. فرجاني ساسي اللي سنا كيف كيف عدى موسم كبير ياسر، الله غالب تضرب معناها في الاخر مع الزمالك، ان شاء الله يرجع ويرجع لنا الريتم اللي نعرفوا عليه ساسي. وعندك الصخيري معناها اللي ديما عيطوا له وعنده بلاصته في المنتخب، فما شكون قال الخاوي، الخاوي راهو تضرب معناها، دونك الله غالب. مع الميليو المساكني والصرار في المساكني معناها الكابيتان نتاع المنتخب، المساكني سنا معناها اختاروه احسن جوار في جمعيته، معناها من برانسيب قاعد يقدم في مردود كبير ياسر. المساكني جوار لازم يكور في المنتخب. وعندك صرارفي، بون صرارفي موجود في الليسته نتاع نيس للبيوع، دونك صرارفي السنة ما عداش موسم كبير ياسر. كيف كيف نعاود نقول النوعية نتاع الجوارات هذيا نتاع صرارفي لازمنا ناخذوا معاهم. صرارفي ما عادش صغير، راه صرارفي معناها في عمره. فما جوارات في الاوروب صحيح معناها عملوا ارقام كبيرة ياسر وصحيح ولقاو بلاصتهم، لازم يكمل يخدم على روحه صرارفي، يخدم اكثر بصراحة. معناها برشا دلال، برشا دلال جوارات توانسة صرار في معاملين عليه معناها في المستقبل وطوى وفي الكوب دافريك وفي الباتشوات اللي جاي، الكل صرار في عنده كاليتين ما عندهش مش أي جوار عنده منها، دونك صرار في نستحقوه برشا. الاستدعاء متاعه هذا يمكن يكون له حافز اللي هو باش يقول له راك معناها مش اخر فرصه، ما يلزم تزيد تخدم على روحك باش تزيد تقلع بلاصتك في المنتخب. في الاتاك اربع جوارات، فما زوج جوارات صغار كما قلت مش باش نحكي عليهم بانه ما نعرفوش اللي كاليتي نتاعهم، وزوج جوارات اللي هما فخر الدين بن يوسف اللي راجع من اصابه، بون ما نعرفش علاش عيطوا له الجوار هذا بما انه راجع من اصابه، يمكن معناها امور تكتيكيه يعرف فخر الدين بن يوسف يلعب على الكوتي اليمين يفك برشا كوره. حشتنا بجوارات احنا باش تلعب القدام، حشتنا تكنيك ما نعرفش، يمكن بوان دانتيروغاسيون على فخر الدين بن يوسف بما انه كما قلت راجع من اصابه، بون ما نعرفش. والاتاكون الخزري اللي هو معناها الاتاكون الاولاني نتاع تونس اللي هو قاعد يقدم زاده في مردود كبير ياسر، وسنا لعب على احسن جوار افريقي في فرنسا واختاروه المرتبه الثانيه، دونك خساره ما هزهاش معناها احسن جوار افريقي في فرنسا. ان شاء الله الموسم الجاي يعمل خير من هكا ويمشي حتى ليكيب اكبر شويه من ليكيب اللي يكور فيها توا. كان نلاحظوا القائمه هذه فيها 14 جوار من غير جوارات صغار، في اول فيديو قلت 6 جوارات هما 7 جوارات، دونك 14 جوار معناها هذوما بعد يكمل يعيط الجوارات المحليين تولي عندنا نتصور ليستا باهيه، عندك ما تشوف، عندك ما تتفرج، عندك ما تختار مع الحداد يكمل يجي والسليتي. دونك بصراحة قائمة مش خايبة حسب رأيي، معناها العباد كما قلت لازم تركز على 16-17 جوار اللي باش يلعبوا اللي باش يشدوا البنك. خلينا مركزين مع القائمة صحيحة مع الجوارات اللي نعرفوا ومعروف شكون باش يلعب. السليتي عنده بلاصة، الصخيري، الخزري، المساكني، التالي، عندك مرياح، الجول، بون الجول تنشوفهم بعد ما بين فاروق بن مصطفى، زاد المحليين عندك بن شريفية عدى معناها موسم كبير سيرتو في الأخر وقاعدين يقدموا في مردود كبير ياسر، دونك الجوارات معروفين شكون باش يكور، خلينا مركزين كما قلت في الجوارات هذوما. جوست في اخر فيديو باش نذكر اسامي 7 جوارات صغار بس كيك نكمل نختم القائمه.
اليوم لامتي قرفي زمزمي عبيد ميزوني اصيل الجزيري ومحمد بن فرج. دونك هذوما هما سبع جوارات وهكاك اختمنا القائمه نتاع 21 جوار. ان شاء الله الجوارات هذوما في المستقبل يكون عندهم دور كبير ياسر باش يلتقيوا بالكاليتي نتاع المنتخب والفوليوم دو جو اللي نقدموا فيه. دونك هذه هي القائمه نتاع المنتخب. نستناو الجمعه الجايه القائمه نتاع المحليين وهكاك نجموا نعرفوا الجوارات 25 ذولي ولا 26 اللي باش يعيطوا لهم الكوب دافريك. ان شاء الله بون شانس للمنتخب في الكوب دافريك، ان شاء الله ينورنا. هذا هو الفيديو متاعي، معناها كان عندكم نقد ولا اي حاجه ولا استفسار ولا كومنتير تنجم تكتبوا كل شيء في الكومنتير باللوطه، ونتلاقاو معناها في القائمه متاع المحليين. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم عجبكم، نقول لكم السلام.